طبعا بهني الدولة وبهني الشعب المصري بالافتتاحات اللي احنا عملناها النهاردة، وبشكرك يا كامل، وبشكر كل الناس اللي اشتغلت معاك سواء كان داخل الوزارة أو الشركات اللي قامت بالجهد الكبير ده. وأنا يمكن عايز أقول في الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت إن احنا لم نتوقف أبدا على العمل، ويمكن كامل قال إن احنا في 41,000 كيلومتر طرق داخلية بتاعت حياة كريمة. كنت أتمنى إن احنا يعني نبقى نشاور عليها كامل، لأن ده موضوع احنا بنتكلم على 1500 قرية. أنا عارف قالوا لي 20 دقيقة ومش بنزلك عشان كده، واحنا لما بديك الوقت ما بيكفيش يعني. فالمهم على كل حال أقصد أقول إن ال 41,000 كيلو دول احنا بنتكلم على طرق داخلية داخل القرى كانت حالتها بتبقى صعبة جدا جدا، والحركة عليها صعبة جدا جدا، ولكن دي كمان من ضمن الحاجات اللي تم تنفيذها. وإن شاء الله برضو بأكد تاني مع نفسي ومع الحكومة وللمواطنين إن احنا بنتكلم إن برنامج أو مبادرة تحيا مصر لبقية القرى سواء المرحلة الثانية أو الثالثة، احنا مصرين رغم الظروف الصعبة جدا اللي بتمر بالمنطقة إن احنا نكمل البرنامج ده إن شاء الله. ودي كلمتنا كدولة لأهلنا في الريف المصري اللي هم 3,000 قرية وتوابعهم، إن احنا إن شاء الله مستمرين في هذا العمل. لكن يمكن الأمور ما تبقاش بنفس المعدلات اللي احنا كنا شغالين بيها، لكن احنا مستمرين في هذا العمل يعني.